عمليات نحت الجسم تنقسم إلى ثلاث مفاصل، اللي هي عمليات شفط الشحوم، إعادة حقن الشحوم، عمليات قص الجلد المترهل. ممكن أنه نشتغلها مجتمعة أو مفصلين أو مفصل واحد حسب حاجة الجسم. ماكو وزن مثالي لإجراء عملية النحت، بل أكو مؤشر كتلة جسم مثالي اللي هو من 28 إلى 29 أي أقل من 30، بما معناه اللي عندهم زيادة بالوزن وليست سمنة. طبعا أولا إجراء الفحص السريري، وهذا أهم ما بالموضوع، إجراء بعض الفحوصات المختبرية والفحوصات الشعاعية إذا كان المريض عنده بعض الأمراض من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، السيطرة عليها أولا، ومن ثم استشارة طبيب التقدير، ومن ثم إن شاء الله نتقدم إلى العملية. حتى نعرف مؤشر كتلة الجسم شنو معناه، مؤشر كتلة الجسم معادلة رياضية يدخل بيها الوزن بالكيلوغرام مربع الطول بالمتر. هذا المعادلة تفيدنا في تحديد اللي يحتاجه المريض والتداخل اللي يحتاجه المريض. يعني الطبيعي هو أقل من 25، يعني من 20 إلى 24، 25 إلى 29 زيادة بالوزن، 30 إلى 34 سمنة، من 35 وفوق إذا المريض يعاني من بعض الأمراض اللي تسببها السمنة مثل تصرف لب الشرايين، الضغط، السكر، المفاصل وبعض أمراض ثانية تدخل بالسمنة المرضية، 40 وفوق سمنة مرضية. في حالة أنه المريض عندنا راجعنا وحسبنا مؤشر كتلة الجسم 35 وفوق، أو بما خلينا نقول أنه سمنة مرضية، هنا بالبداية احنا لازم نعالج السمنة بالبداية قبل ما نفكر بعمليات التجميل، لأن هنا عندنا صارت السمنة عبارة عن مرض، مرض حيؤدي إلى أمراض كثيرة. علاج السمنة ممكن أنه يعالج المريض من أمراض كثيرة، بما معناه أنه عملنا ويا المريض حيكون علاجي وليس تجميلي بالمرحلة الأولى. بعد وصول المريض إلى الوزن الملائم، في ذلك الوقت يلا نقرر عمليات التجميل. طبعا عمليات انقاص الوزن تختلف، ممكن انه نظام غذائي زائد رياضة، ممكن انه عمليات التداخلات البسيطة مثل البالون، ممكن لا التداخلات الجراحية مثل قص المعدة، تغيير المسار، هواية بيها تفاصيل. كل مؤشر، كل جسم وكل مريض إلى فد نوع خاص من هذه التداخلات. طبعا تختلف حسب نوع العملية، لكن هو أكيد أكو نظام غذائي، أكو رياضة لازم المريض يستمر عليها لفترة معينة، زائدا لبس المشد أو الكورسية، وهذا يختلف بين عملية وعملية.